مرحبا بكم في هذه النافذة الإنسانية الخاصة بتداعيات حرب إسرائيل على غزة على مختلف الصعد. سينضم إلينا من رفح الدكتور محمد الفار، رئيس الوفد الطبي إلى غزة من منظمة رحمة حول العالم. سنسلط الضوء على حرب المستشفيات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمطالبات بحماية الطواقم الطبية في غزة. نشير في البداية إلى آخر الإحصائيات الصادرة من وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 28,663 شهيداً، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 68,395 مصاباً منذ بداية هذه الحرب. بلغة الأرقام، وفق آخر الإحصائيات الصادرة بشأن القطاع الطبي في غزة، فإن 36% من المستشفيات في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي وفق منظمة الصحة العالمية، أي ما يعادل 13 مستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي وفق منظمة الصحة العالمية أيضا. 4 منشآت من أصل 22 منشأة صحية تابعة للأونروا تعمل فقط في قطاع غزة. 7 مستشفيات في المنطقة الجنوبية تعمل بثلاثة أضعاف طاقتها وهي أصلا تعمل جزئيا. 150 ملجأ معروفا من أصل 325 تتوفر على نقاط طبية ذات خدمة محدودة للغاية. أكثر من 300 شهيد بين طواقم الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة. نناقش كل هذه المعطيات مع ضيفنا من رفح، ونرحب من جديد بالدكتور محمد الفار، رئيس الوفد الطبي إلى غزة من منظمة رحمة حول العالم. دكتور محمد، أهلا بك، قدمت إلى غزة على رأس هذا الوفد الطبي لدعم الأطباء في مستشفيات القطاع، وتوجد الآن في رفح. ما حجم ما صدمت به لدى وصولك إلى هذه الأماكن؟ الحقيقة احنا أول ما وصلنا ما كناش نتوقع إن احنا نجد الصورة بالشكل دوت. أنا أتشرف إن أنا أكون معايا وفد من 19 جراح من الولايات المتحدة الأمريكية ومن فرنسا ومن الأردن. لما دخلنا المستشفى ووزعنا الأطباء والجراحين على الأقسام المختلفة، ما كانش فيه أي زي ما بنقولها infrastructure، ما كانش فيه أي شيء نقدر نشتغل به. يكفي أن أقول لحضرتك إن أنا لما بأدخل غرف المرضى للمرور عليهم، الغرفة عبارة عن ملجأ فيه على الأقل 4 لـ5 أسر. الغرفة اللي المفروض فيها مريض واحد أو اثنين فيها 5 أو 6 أسر، وكل أسرة حوالي 4 أو 5 أفراد. فتتخيلي أن المستشفى على الوضع الإنساني والطبي أصبحت منعدمة تماما. فأنا الحقيقة ده وضع ما كانش حد يتخيله، وطبقا للكلام اللي بسمعه من الأطباء المحليين أن كل يوم بقعد معهم وبسمع منهم شكوى مختلفة، وبنحاول أن احنا نعمل اللي نقدر عليه. وأنا قلت أول ما وصلت للفريق الطبي إحنا بنقدم اعتذارنا مقدماً، لأن إحنا فعلاً حاسين إن إحنا مقصرين، لأن مهما عملنا لا أعتقد إن إحنا هنقدر نقوم بالكافي. بالحد الأدنى دكتور محمد، ما الذي تستطيعون تقديمه الآن من دعم لأطباء غزة ولهذه المستشفيات التي إن كانت ما زالت تعمل فهي تعمل بشكل جزئي؟ الدعم مطلوب على مستويات مختلفة. دعم مطلوب بالنسبة للأشخاص، للكفاءات، للأطباء، للتمريض، للإمكانيات. لو حضرتك تخشي أي قطاع داخل المستشفى، سواء العناية سواء الاستقبال أو العمليات، وخلينا أتكلم بالتخصيص على العمليات لأن ده المكان اللي أنا بعيش فيه، الأجهزة غير متوفرة، الأشخاص غير متواجدين لأن الناس كلها استهلكت والناس فعلا أصبحت منهكة. إحنا بنحاول نشتغل على قد ما نقدر. الإمكانيات غير موجودة، المرضى طوابير المرضى لأسابيع وأسابيع قدام. الوضع فعلا فعلا بيموت مننا مرضى كتير في أماكن أخرى وفي أوقات أخرى. المريض ده بالإصابة دي مفروض إنه لا يموت، ولكن بسبب نقص الإمكانيات ونقص الأفراد ونقص المساعدات اللي موجودة للأسف بنخسر مرضى كتير جدا، وخاصة في الاستقبال والعمليات.
هل يمكن لهذه الوفود كالوفد الذي ترأسونه دكتور محمد أن تحمل معها مساعدات طبية لربما تعزيز هذه المستشفيات التي أصبحت معدومة الآن ولا تحتكم لأي إمكانيات طبية لا سيما في المجال الجراحي الذي تعمل به؟ ده صحيح جدا. إحنا لما حضرنا إن شاء الله مش بس قدرنا نيجي كأشخاص ولكن منظمة رحمة مشكورة استطاعت أن هي توفر لنا إمكانيات بحيث نقدر نجيب معانا كل الآلات الجراحية اللي بنحتاجها وكل الأدوات الجراحية اللي بنستلزمها داخل العمليات. أنا قبل وصولي تواصلت مع الأطباء الموجودين هنا في رفح وفي خان يونس وطلبت منهم إن هم يبعتوا لنا ما هو مطلوب ولا زلت بقوم بهذا لغاية دلوقتي. النهاردة الصبح وصلتني قائمة بالإحتياجات داخل العناية المركزة، امبارح وصلتني قائمة بالإحتياجات داخل العمليات، وأنا ببعت الإحتياجات دي أولا بأول للمكتب في الولايات المتحدة، وإن شاء الله إن شاء الله هنسعى لتوفير كل شيء المكان محتاجه. هل لمستم أي قيود أو عراقيل من قبل الاحتلال الإسرائيلي في إدخال أي مساعدات معكم أو مستلزمات طبية دكتور محمد؟ أسف ممكن تعيدي السؤال؟ هل واجهتكم أثناء دخولكم إلى غزة كوفد طبي وجراحين أي صعوبات أو عراقيل من قبل الاحتلال الإسرائيلي في اصطحاب أو جلب أي معدات طبية تحتاجونها في عملكم في غزة؟ كان في بعض العراقيل طبعا ما فيش شك، ولكن الحمد لله قدرنا نتغلب عليها لأن حجم المساعدات اللي احنا جايبينها كميتها كبيرة جدا. احنا حضرنا في حوالي 4 أوتوبيسات، عددنا كنا حوالي 19 جراح، كل أوتوبيس كان فيه حوالي من 4 إلى 5 جراحين، وباقي الأوتوبيس كله كان آلات وأجهزة ومستلزمات طبية، وقدرنا الحمد لله ندخل كل حاجة اللي جايبينها معانا الحمد لله. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الفار رئيس الوفد الطبي إلى غزة عن منظمة رحمة حول العالم، كنت معنا من رفح، شكرا جزيلا لك على المشاركة. وبهذا تنتهي هذه النافذة الإنسانية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.